هذا وقد انطلقت احتفالية المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، ويشارك في الاحتفالية التي تستمر 3 أيام ممثلون عن 48 محكمة دستورية ومحكمة عليا من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. نتابع. 50 عاما مضت على هذا الصرح القابع على نيل القاهرة. إنها المحكمة الدستورية العليا والتي يحتفى باليوبيل الذهبي لإنشائها كحارس أمين على مواد الدستور ومرسخة لقواعد العدل والمساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز. ما يصدر حكم المحكمة إلا وله أثر في الحياة العامة للمصريين بصفة عامة، باعتبار أن هي بتتناول المسائل التي تمس بحقوقهم وحرياتهم، وبالتالي نشأ نوع من الوعي الدستوري منذ وجود هذه المحكمة من 50 سنة، وأصبح هذا الوعي يتنامى يوما بعد يوم. أطياف المجتمع وشيوخ القضاء ورؤساء سابقون للمحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم دستورية ومحاكم عليا من 48 دولة كانوا حاضرين الاحتفالية، والتي خلالها تم استعراض تاريخ المحكمة وإسهاماتها في الحياة القضائية المصرية وتحقيق العدالة الناجزة. كثير جدا من الدول صنفت القضاء الدستوري المصري في مصاف المحاكم العليا الأولى في العالم. المحكمة الدستورية العليا يباهى بها. المحكمة الدستورية العليا قدمت من المبادئ الدستورية التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته سواء على الصعيد الوطني أو حتى بالنسبة للمقيمين في مصر، أداء أكثر من رائع على مضي 50 سنة. أؤكد أن دولة القانون هي دولة العدل ودولة الأمان، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشيعة الغاب، وكفى وصما لأمة أو دولة أن يقال عنها إنها دولة بلا قانون، أي بلا نظام، فإنه لا أساس لدولة بلا قانون ولا دستور حاكم. وتمضي المحكمة الدستورية العليا في طريقها قدما مؤدية رسالتها في الفصل في المسائل الدستورية، ملتزمة بنهجها الذي لا تحيد عنه أبدا، وهو مصلحة الوطن والمواطن. المحكمة الدستورية العليا هي التي تحدد مضامين وأطر الحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور، فتنقل النصوص من الواقع النظري أو من الفكر النظري إلى الواقع العملي، بحيث تصبح النصوص الدستورية مطبقة في الواقع العام. الاحتفالية تضمنت أيضا تكريما لرؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون ونوابهم، وكذلك حلقات نقاشية مع رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا من الحضور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس القضاء الدستوري المصري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا كانت خلالها حامية للدستور ومرسخة لقواعد العدل والمساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز، بفضل سادنا وشيوخ هذه المحكمة الذين أخذوا على عاتقهم حماية الدستور وترسيخ العدل. عبدالبركات للتلفزيون المصري.